السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده اخيرا هنجرب كل منتجات اماندا الجديده، اخيرا كلها بمعنى الكلمه، حتى روش الجديد، الروج الجديد اللي لسه نازل ما بقالوش اي حاجه هنجربه مع بعض، اللي هو روج القلم. انا عارفه اصلا ان في بنات اكيد ما تعرفش اصلا ان اماندا نزلت روج جديد، فهنجرب كل حاجه مع بعض، البلاشر الكريمي، الهايلايتر الكريمي، الباليت الاي شادو، الفاونديشن، كله هنجربه مع بعض النهارده ان شاء الله، وهنعمل ميك اب، وبعدين في اخر الفيديو نتكلم ونقول راينا على رواقه، ويا ريت محدش يزعل من رايي. واحنا كالعاده عارفين انه اللي يعجبني ممكن ما يعجبكيش، واللي ما يعجبنيش ممكن يعجبك، عادي جدا، فمحدش يزعل من رايي في اخر الفيديو. ويلا بينا عشان ما نضيعش الوقت، نبتدي على طول. وكل منتجات اماندا اللي هنستخدمها النهارده هتلاقوها عند ستور دكتور ايمان وباقل الاسعار، وهسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. يلا بينا. اول حاجه بنيت هستخدم باليت الاي شادو اللي اسمها نود نيشن من اماندا، وهياخد درجه البني الغامقه اللي موجوده في الباليت اللي هشاور لكم عليها دلوقتي وهعمل بيها حواجبي. واللي عجبني قوي في الدرجه ديت ان لونها مش محمر خالص، بالعكس لونها اللون اللي انا بحبه اللي هو على قاش شويه، فلون خطير جدا لو انت مشقره حواجبك زيي. تاني حاجه هستخدمها بعد كده او معايا هي البلاشر الليكويد الجديد من اماندا، معايا منه درجتين، درجه رقم اللي هي الاولانيه ديت، استنوا هوريكم الدرجة، ايوة دي رقم واحد، والتانية رقم اربعة، من احلى الدرجات اللي هستخدمها النهاردة درجة رقم واحد، وهاخد منها وهكنسل بيها الهالات. ايوة هكنسل بالبلاشر الهالات لان درجة اللون حلوة جدا، درجتها على برونزي كده، درجة خطيرة. تاني حاجة هستخدمها هي الفاونديشن، اسمه بورن ذا لوست تقريبا، والفاونديشن ده درجتي فيه رقم 06. طبعا زي ما انتم شايفين انا هوزعه بفرشة فلات، هو باين فاتح عليا، بس طبعا هو عشان في SPF 30 فهو بيعمل فلاش باك جامد، لكن هو على الحقيقة مش فاتح قوي كده عليا. وبعدين همشي عليه بالبيوتي بلندر، وبعدين هستخدم الكونسيلر ده من كاترس لاني معيش كونسيلر من اماندا، وهتلاقوه برضو عند دكتور ايمان، يعني الكونسيلر ده من عندها برضو. وبعدين هاخد البلاشر رقم برضو 1 وهحطه كده في مكان البلاشر وعلى النوز كده، بيبقى شكله كيوت جدا اصلا. هوزع طبعا الاول الكونسيلر، وبعدين هبتدي اوزع البلاشر، وهتشوفوا بقى وانا بوزعه بيتوزع بمنتهى السهولة، وشكله ازاي كيوت جدا وطبيعي جدا. بصوا حلو 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 حلو. طبعا هقول لكم رأيي بالتفصيل في اخر الفيديو. ودلوقتي هثبت الوش كله باللوس باودر بتاعة اماندا، وخلي بالكو ان اللوس باودر دي ما تكتروش منها تحت العين لان هي بتعمل فلاش باك لو كترتي منها. بعد كده هنستخدم البرونزر الجديد من اماندا، والدرجة اللي معايا اسمها سان كيس، دي درجتها 01 لان هو اصلا ما فيش منه غير درجتين 01 و 02. بصوا بصوا ناعمة ازاي، ناعمة جدا على البشرة. بعد كده هحط البلاشر ده من اوريفلام لان ما عنديش بصراحه بلاشر من اماندا، برضو بلاشر باودر يعني. بعد كده بنات هستخدم بقى الحاجه الجديده وهي الليكويد هايلايتر من اماندا الجديد، ده في منه 3 درجات، الدرجه اللي معايا هي 02 ودي اسمها جولد، تمام. وفي اخر الفيديو هقول لكم على الدرجات الثانيه، يعني هقول لكم اساميهم. دي لونها جولد زي ما انتم شايفين، تحفه، تمام. هبتدي بقى استخدمها ازاي، خلي بالكم انا حاطه باودر وحاطه كل حاجه، هاخدها بالسبونج وهبتدي احطها. عايز اقول لكم هي مش هتعلق خالص خالص، بصوا بتدي لمعه خطيره جدا وطبيعيه جدا. هنبتدي دلوقتي في العين، هاخد من الباليت ديت اللونين دول مع بعض، انا واخده الاورنج ده وواخده معاه اللون الفاتح اللي فوقيه عشان افتحه على قد ما اقدر لان انا عايزاه ترانزيشن كولر، وهبتدي احطه هدمجه في الجفن الثابت، يعني في الايوه اللي هي الحته دي، تمام. وبعدين هصغر الفرشه بتاعه الدمج، وهاخد اللون الاورنج اللي انا بشاور لكم عليه دوت، وهبتدي ادمجه في الكات كريس بالظبط، او اللي هي الكريس يعني بالظبط، تمام. ولا هنزل تحت ولا هطلع فوق، هي في الكريس بالظبط، يعني بحاول اخد تدرجات اللون. بعد كده هاخد الفرشه الفلات دي من طقم بي اتش الاوريجينال، تمام، وهاخد اللون الغامق دوت اللي انا بشاور لكم عليه، تنتوفه من اللون التاني بس عايزه الالوان تبقى متجانسه، وهبتدي اطبطبهم على الجفن الثابت كله، والبيجمنت بتاع الالوان المات فظيع فظيع فظيع، بصوا زي ما انتم شايفين حلو جدا.
بعد كده هاخد نفس تدريجة الألوان اللي أنا عملتها فوق وهبتدي أعملها تحت بنفس الترتيب، بس طبعا هصغر الفرشة شوية اهو. ودلوقتي خدت اللون الغامق وهحطه قريب قوي من الرمش، وبعدين هاخد اللاينر دوت الايلاينر دوت من ايسنس وهبتدي ارسم خط ايلاينر، بس هعمل وينج صغير مش هعمل وينج مسحوب قوي، يعني هعمل وينج صغير زي ما هوريكم في العين التانية بالظبط. ايوه بصوا اهي وينج صغير خالص. وبعدين هاخد القلم الكحل ده من اماندا وهحطه في الجفن اللي فوق وفي الجفن اللي تحت من جوه العين. والقلم ده على فكرة مش جديد قوي، القلم ده موجود من اماندا واصلا كنت مكلماكوا عليه من بدري جدا. بعد كده هاخد فرشة انجل صغيرة واي لون اسود عندك من اي باليت بقى، وهبتدي ادمج الكحل اللي انا حطيته ده على خط الرموش تحت العين. وبعدين هرجع بالفرشة الصغنونة خالص باللون الاورنج ادمج اللون الاسود باللون الاورنج تحت. بعد كده هاخد اللون النحاسي الشيمر اللي في الباليت وهحطه فوق اللون المات، هيدي لمعة كده خطيرة جدا. اخر حاجة جديدة هنستخدمها مع بعض هي الروج من اماندا، الروج الجديد ده ماتيك يا بنات، بيتفتح من تحت تمام مش بيتبري. الدرجة اللي انا بستخدمها دي 014 وبس كده. ده اللوك النهائي بتاعنا يا بنات، يا رب يكون عجبكم. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الريفيو بتاعنا عن المنتجات، وارجوكم رايي ده رايي انا الشخصي وتجربتي انا الشخصيه. تمام يلا بينا نتكلم. اول حاجه هنتكلم عليها هي باليت الاي شادو، وباليت الاي شادو دي من احلى الحاجات اللي جربناها النهارده بجد، الكواليتي بتاعتها ممتازه. انا عملت حواجبي منها وتحسوا ان انا حاطه جل مش باودر من كتر ما هي بيجمنت. تمام اللون ده هيبقى حلو قوي لو انت مشقره حواجبك زيي، لكن لو حواجبي بلونها الاسود الطبيعي هيبقى فاتح عليها ومش محمره خالص، بالعكس على ايش على كموني شويه، فحلو قوي قوي قوي. تمام الالوان المات بيجمنت جدا لدرجة ان احنا عملنا اللوك من غير حتى ما نحط بيز غامق يعني، فعملت اللوك خطير بجد. الالوان المات فيها انا ما كنتش متخيلة ان هي قوية كده، وحتى الشمر حلوة جدا اهو، اللون النحاسي اللي احنا حاطينه حلو جدا، يمكن لون واحد الضعيف اللي هو اللون ده، غير كده البالت خطيرة جدا بجد. بالنسبة لتمنها ولا حاجة، الكواليتي بتاعتها بالنسبة لتمنها بجد تستاهل، يعني بجد حقيقي تستاهل انكم تجربوها، حلوه قوي من احلى البلتات اللي جربتها الفتره الاخيره. هنخش بعد كده على المنتج التاني اللي استخدمناه وهو الليكويد بلاشر من اماندا اللي هو الجديد. هما في منه اربع الوان، انا عندي 01 و 04 تمام، وعملت لكم منهم سويتشات. الدرجه اللي انا استخدمتها النهارده هي 01، الدرجه دي على بني او على برونزي شويه، وعشان كده انا استخدمتها في كنسله الهالات وعملت الوظيفه اللي انا عملتها بيها جدا، ولا اثرت على لون الفاونديشن ولا اثرت على الكونسيلر، بالعكس شايفين ما تحولش لرمادي، فبجد عملت الوظيفة اللي أنا عملتها يعني خليتها تعمله حلو جدا. الدرجة دي بقى بالذات عايزة أقول لكم الدرجة دي زي ما قلت لكم على برونزي خطيرة جدا، بس هيحبها البنات من أول لوني لحد البنات البيضة، لكن البنات القمحوية الغامق والسمرة مش هيحبوه خالص، لأن أصلا هي مش هتبان على بشرتهم فاهمين، لأن هي لون بشرتهم فمش هتبان، مش هم مش هيحسوا إن هم حطوا حاجة، لكن البنات اللي هي القمح الفاتح والبنات البيضة هيحبوا الدرجة دي جدا جدا، أنا بصراحة حبيتها جدا. نيجي بقى عند الفورمولا بتاعت اللي هي الليكويد بلاشر ده عامة، سواء اللون ده أو بقية الألوان، الفورمولا بتاعته كريمية جدا بتندمج بمنتهى السهولة، اندمجيها بصوابعك بتندمج، بالفرشة بتندمج، ما بتعلقش أبدا مهما سبتيها ما بيعلقش. بيندمج مع الميك اب او على البشره لوحده، بيدي فينيش جلو على البشره كده جلوبي، كان بشرتك بشره صحيه كده ما بينشفش مات، فبجد وبيدي لوك ناتشرال طبيعي جدا، ما تحسيش انك حاطه اي حاجه على بشرتك خالص، فبجد عجبني قوي 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 قوي، يعني حلال فيه الفلوس والله العظيم. اصلا هو رخيص جدا تقريبا ب 80 جنيه، فحلوه قوي على كميته وعلى اللي بيديه، هيقعد معاكي ده سنتين باين خطير. لكن هو بالنسبة للثبات فهو ثباته مش قوي قوي تمام، يعني شوية يعني مع الوضوء وكده بيروح، لكن انا عاجبني يعني. يعني شوفي انت اولوياتك ايه، انا بالنسبة لي مش مهم الثبات على قد ما بيد اللوك الطبيعي. اللي عايزة اقول لكم حتى لو غلطتي وحطيتي كتير
مش هيهبب لك الدنيا ولا هيهبب لك ايدك ولا هيهبب لك الميك اب او هيهبب لك حتى وشك، لانه كل ما بتدمجيه بيندمج. فانا بالنسبه لي حلو جدا. هنيجي بقى عند الكارثه البشريه اللي استخدمناها النهارده وهي الفاونديشن. قبل ما تقولوا اي حاجه، انا عارفه الفاونديشن دوت قد يكون عجب ناس كتير جدا لكنه ما عجبنيش. يمكن اكون انا استخدمته في وقت غلط، يعني مثلا انا هديله فرصه تانية في الصيف ماشي، لانه انا استخدمته دلوقتي في الشتاء أسوأ ما يكون. عايزه اقول لكم شكله على البشره منيل، والله العظيم منيل كل الحاجات الوحشه فيه. يعني عايزه اقول لكم، هو طبعا هو مكتوب عليه فول كفرج فاونديشن مات فينش، هو فعلا مات فينش، بس هو عايزه اقول لكم ان هو عايز بشره سوبر دهنيه، يعني البشره سوبر دهنيه عشان يندمج معاها. يعني انا بشرتي مختلطه، في الشتاء بتبقى لجافه، في الصيف بتبقى متوسطه عاديه تمام، بس مختلطه برضو. ولازم ارطب، يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت مرطبه وشي كويس جدا جدا جدا، وبرضو عايزه اقول لكم ان هو مشقق هنا، انا مش عارفه هيبين عندكم ولا ايه، بس مشقق هنا، مشقق هنا شايفين، ومشقق هنا اهو تمام، وانا لسه حاطاه. مبين كل عيوب البشره، مجير 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 مجير، عامل فلاش باك جامد جدا. طبعا هو فيه اس بي اف 30، فهو الطبيعي ان هو يعمل فلاش باك. يعني عايزه اقول لكم ان انا على الحقيقه مش بيضه زي ما انا باينه في الشاشه عندكم بيضه قوي كده، ده مش حقيقي تمام. فبيعمل فلاش باك جامد زي ما اقول لكم، مجير جدا. يعني عايزه اقول لكم ان الفاونديشن ده سيء جدا، انا بقالي كتير قوي ما استخدمتش فاونديشن سيء كده حقيقي، يعني بقالي فتره كبيره. بس انا هقول برضو ان العيب حاليا، هقول ان العيب في بشرتي انا، هقول كده، وهجربه تاني في الصيف، لكن هو في الشتاء اسوأ ما يكون. زي ما قلت لكم هو عايز بشره سوبر دهنيه، بشره جافه او مختلطه الجافه او عاديه حتى، تبعد عنه تماما تماما تماما، بيبين كل عيوب البشره. ف يعني يا رب يكون باين لكم. انا مش وريتكم وحش قوي. يعني انا زي ما قلت لكم انا مسميه كارثه الفيديو. نيجي بعد كده عند الليكويد هايلايتر. الليكويد هايلايتر ده في منه 3 درجات، الدرجه اللي معايا 02 اسمها جولد، في درجه تانية بتبقى روز جولد كده اللي هي درجه رقم 1، والدرجه رقم 3 بتبقى برونزيه. الليكويد هايلايتر ده خطير، بصوا انتوا ما تحسوش اصلا ان ده ليكويد هايلايتر. بصوا لمعته حلوه جدا، ثباته حلو جدا مع الميك اب، اوكي ثباته حلو جدا مع الميك اب، بيندمج. انا عايزه اقول لكم طبعا زي ما انتوا شفتوا انا حطاه فوق الباودر وفوق البلاشر وفوق البرونزر، اندمج بمنتهى السهوله، ما بيعلقش خالص، شكله رائع على البشره، كانك حاطه يعني بيدي لمعه كده اللي هي كان طالعه من بشرتك، مش كانك حاطه هايلايتر، لا تحسي ان اللمعه، بصوا لمعه طبيعيه من البشره، مش انت حاطه خط هايلايتر كده. ففظيع فظيع. وبالنسبه لذرات الجليتر فيه بسيطه جدا جدا، انا بالنسبه لي ما تضايقنيش خالص تمام. فحلو حلو حلو، هو بس لما بتحطيه على بشرتك من غير ميك اب ثباته ما بيبقاش قوي زي ما بتحطيه مع الميك اب، بيبقى ثباته اعلى. لكن لما بتحطيه على بشرتك على طول كده في البيت ولا حاجه، على البشره على طول، زي الليكويد بلاشر بالظبط، ثباته ما بيبقاش عالي قوي. غير كده فهو عجبني برده جدا، حلوة قوي 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 بصراحة. يعني انا قليل لما بيعجبني ليكويد هايلايتر للامانة، يعني دايما يا اما بيبقى وحش ما بطقوش لانه بيبقى مثلا بينشف بسرعة ما بلحقش اعمل بيه اي حاجة، زي مثلا بتاع ايفون سيء جدا ومبحبوش ابدا، يا اما بيبقى يعني شغال زي مثلا بتاع توب فيس فاهمين. لكن ده عجبني جدا، حلو قوي. نيجي بعد كده عند البرونزر. والبرونزر من الحاجات الجديده برضو اللي نزلت في اماندا، الدرجه اللي معايا اسمها سان كيس 01 تمام. الدرجه ديت هتبقى احلى مع البنات الابيض مني، البنات البيضة تمام. لو انت لوني وبتحبي البرونزر الخفيف ما بتحبش البرونزر الغامق هتحبي الدرجه دي برضو، لكن البنات الاغمق مني هيحتاجوا الدرجه الاغمق من دي
اللي هي 02. تمام. انا بالنسبه لي كنت يعني كان هيبقى بالنسبه لي انا او محبتي انا او ذوقي انا كنت هحب الدرجه رقم 02 اكتر، ولكن دي شغاله معايا اهي، جميله جدا جدا جدا. البرونزر حلو جدا، بيندمج على البشره بمنتهى السهوله، اصلا ناعم جدا على البشره، اصلا تحسي كانك بتحطي باودر مش بتحطي برونزر، ناعم كده وتحسي انه يعني ناعم على البشره، يعني سهل في الدمج، سهل في الحط، بيدي لوك طبيعي كده، حلو قوي، عجبني قوي. عايزه اقول لكم ان انا يمكن حبيته كمان اكتر من كاترس اللي انا اصلا بعشقه، حبيت ده اكتر منه. اخر حاجه جديده استخدمناها النهارده هي الارواج من اماندا، والارواج دي زي الخشب اللي بتاعت اماندا، ولكن المره دي مش خشب بيتبري، المره دي اقلام ماتك بتطلعيها من فوق وتنزليها تاني اهي. تمام. ده الجديد. الالوان بتاعتها خطيره جدا، الفورمولا بتاعتها عايزه اقول لكم ان هي انعم من اقلام الخشب بتاعت اماندا التانيه، يعني الاقلام دي عايزه اقول لكم ان هي بالظبط في نعومه بتاعت كاركتر، انعم بكتير جدا. مات، الوانها قويه. اللون اللي انا حاطاه النهارده دوت رقم 14، مكتوب عليها ان هي صنعه في المانيا، زي ما قلت لكم الدرجه اللي حاطاها النهارده دي رقم 14، لونها بني على اورنج، يعني درجه الاورنج باينه فيه اكتر من البني. تمام. ومعايا درجه تانية اللي هي رقم 06 اللي هي السويتش بتاعها ده، تمام، درجتها على كشمير كده بينكش شويه اهي، درجاته حلوه قوي. اما بقى بالنسبه للثبات بتاعه فهو بيعمل خط كده في النص، تمام، كان باين قوي من شويه، لكن انا بتغلب على الخطوه دي بان انا بجيب اي لب بالم ولا حاجه من اللي هما دول اللي هما بيبقوا ثابتين دول. بص انا لسه حاطه، واعمل ايه، نشيه ده كده اهي، بيضيع شكل الخط ده تماما، وبتغلب على المشكله دي عادي جدا. تمام. اما بقى بالنسبه لثباته زي اقلام اماندا التانيه بالظبط، طول ما انت بعيده عن الاكل والشرب هو تمام معاكي زي الفل، وهو طبعا بيدي فينش مات خالص، هو بس بيلمع هنا زي ما انتم شايفين شويه علشان خاطر انا حطيته فوق المرطب اللي انا كنت حاطاه، ما مسحتوش. تمام. فزي ما بقول لك، طول ما انت بعيده عن الاكل والشرب هو معاكي تمام وزي الفل وثابت وكل حاجه. هنبتدي بقى ناكل ونشرب ونعك وكده، هيبتدي طبعا يروح. تمام. زيه زي الاقلام التانيه بتاعت اماندا بالظبط، ولكن الفورمولا انعم بكتير، يعني في الـ وانت بتحطيه انعم بكتير، زائد طبعا ان هو مش هيهدر زي ما بنقعد نبري، فبيهدر في القلم، فده ماتك مش هيهدر مننا اي حاجه خالص، فطبعا عجبوني جدا. ده كده كان رأيي في المنتجات يا بنات، يا رب يكون عجب الريفيو. وانا اسفة لو انا خيبت امال بنات في اي حاجة انا قلتها، ده رأيي انا بنات وتجربتي انا، وزي ما قلنا الحاجة اللي تعجبني ممكن ما تعجبكيش، الحاجة اللي تعجبك ممكن ما تعجبنيش، عادي جدا. يعني مثلا زي بلاشر مثلا، انا قلت لكم البلاشر عجبني جدا رغم ان هو مش ثابت، انت مثلا عندك في اولوياتك انك لازم يكون البلاشر ثابت فمش هتحبيه، فاهمين؟ فكل واحد عنده اولوياته وكل واحد ليه دماغه، تمام كده. فانا قلت لكم رايي انا الشخصي ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، وكل المنتجات بتاعه اماندا سواء دي او غيرها هتلاقوها عند ستور دكتوره ايمان، هسيبه لكم تحت. وغير كده يا رب دايما تكونوا بخير، وما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت مش مشترك في القناه تشتركي، وتوصلوا الفيديو ده كده وتدعموني مثلا 2000 لايك، يا رب توصلوا الفيديو ده ل 2000 لايك. باي باي.